الزملاء الأعزاء، من هم في جيلي أكبر أو أقل قليلا، زملائي الشباب أبناء هذا العهد وهذا الجيل، أبناء معهد المحاماة، كل السعادة والتقدير لوجودي بينكم اليوم. كنت أرتب العام الماضي أو الدورة الماضية لمعهد المحاماة لقاء معكم ولم يتم، لكن شاءت العناية وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن نلتقي اليوم في بداية واستهلال الشوط الثاني من معهد المحاماة. بداية أحيي زملائي من زاملتهم في العمل النقابي سنوات طويلة أو في المحاماة سنوات طويلة، وأرى وجوههم أمامي الآن، فأنا في غاية السعادة أن أرى فيهم من لم أره منذ سنوات. لذلك أنا أناشد القائمين على المكان أن يزيدوا إضاءة القاعة حتى أرى الوجوه التي أوحشت في لقاءاتنا. الحقيقة إحنا بنلتقي في مرحلة صعبة وفي محك في غاية الخطورة، أن نلتقي في خطاب واحد بين أجيال متعددة، أجيال صاحبت وزاملت قيم وتقاليد المحاماة العريقة القديمة، وأجيال متتالية تبدلت أمامهم بعض المفاهيم وبعض الضوابط وبعض القيم، وأصبح الخطاب صعب أن تجمع في خطاب واحد وفي جملة واحدة ما يصل إلى أذهان كل الحضور. كنا قديما نخاطب شريحة واحدة، جيلا واحدا، فكرا واحدا. اليوم بالتنوع الذي جرى على العالم الإلكتروني وما صاحبه من تواصلات مختلفة، خلقت ثقافات مختلفة، خلقت ثقافات مختلفة بينا، وأيضا زودت حجم المسؤولية على القائمين على النقابات المختلفة، بمعنى أنه كان قديما مثلا كان من الممكن أن تسمع أن هناك خلافا في نقابة ما بين نقيب وأعضاء أو بين أعضاء وأعضاء في نقابة فرعية. من السهل أن يحلل أنه لم يكن له تأثير كبير. اليوم غير مسموح، ليس لدينا رفاهية القسمة في النقابات الفرعية. لذلك أنا أعلن أنني أتحمل الآن من الآن مسؤولية فض الملف الخصومة القائمة في مجلس النقابة الفرعية في طنطا. وسوف أنقل إليكم من استجاب ومن حاول أن يعطل، لأن القضية الآن هي قضية مصير، وحدة المحامين مصير. لا يجوز المساس بهذا الاصطفاف الوطني للمحامين، هذا الاصطفاف الوطني للمحامين في مرحلة في غاية الخطورة. نحن نبدأ المرحلة الأخيرة التي بدأت من بعد ثورة 25 يناير، وأنا أقول أنها مرحلة تاريخية حاسمة فاصلة قاسمة بين ماضي وحاضر. ما كان قبل 2011 شيء، وما أصبح بعد 2011 شيء آخر. نعم، مرت المحاماة
بمعارك جسيمة كبيرة، دفعنا في المحاماة بفعل الثورة أن تعطلت المحاماة في مصر. إحنا المهنة الوحيدة في مصر التي دفعت ضريبة هذه الثورة دون أن يعود علينا عائد فيها. إحنا المحاكم اتقفلت والنيابات اتقفلت وحتى أقسام الشرطة اتقفلت، فما عادش في محاماة. فقعدنا في بيوتنا، قعدنا في مكاتبنا، نكتر من مدخراتنا، من مما لدينا، من ظروفنا الاقتصادية المختلفة، لغاية ما مرت المرحلة الاقتصادية الصعبة دي. مرت على نقابة المحامين أيضا بذات الصعوبة، لأنه عدم العمل والشغل والقضايا بيعني عدم وجود موارد لنقابة المحامين، لا أتعاب محاماة ولا دوت محاماة ولا غيره. فمرينا أيضا بمأزق نقابي مع تدفق عددي على نقابة المحامين، كاد أن يلتهم مواردكم جميعها. كنا مقبلين ابتداء من 2013 لما انتبهنا لهذا الخطر على مرحلة من الإفلاس الاكتواري. الإفلاس الاكتواري انه عندك مبالغ داخله ومبالغ خارجه وما انتش قادر تتحكم في انفاقها، لانه كل الذين يقيدوا في نقابه المحامين ويحملوا بطاقه لهم من ذات الحقوق وذات الواجبات، زي ادب من حقهم يتعالجوا، من حقهم ياخدوا المعاش. اي زياده جنيه واحد في اي بند من بنود الميزات التي تقدر في النقابه كان يستفيد فيها غير المشتغل قبل المشتغل. ده كان معناه ان احنا كنا هنصل الى نقطة اللاعودة الاقتصادية، في ان احنا كلنا ندفع، المشتغلين يدفعوا، دخلوا موارد النقابة، اتعاب محاماة ودمغة محاماة على محدوديتها، يجي 600,000 يلتهموا هذا الرصيد. احنا النهاردة 170,000 180,000 تقريبا، اذا اضفنا الجدول العام يبقى 190,000 تقريبا. مواردنا لم تنقص مليما واحدا عن الموارد التي كانت لدينا من 2016. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بعد التنقية وبعد ما تم استبعاد من غير المشتغلين لم تتأثر مواردنا من دخول المحامين. معناه ان اللي كان بيصرف على 600,000 انتوا برضو، هم دول المحامين المشتغلين. هي دي النتيجة الإيجابية الواضحة المقروءة بالمنطق. أنتوا أصحاب هذا الدخل يجب أن يعاد تقسيم هذا الدخل عليكم فقط. لن أسمح أنه مليم واحد يخرج من ذمة نقابة المحامين لغير المحامين المشتغلين، لن نسمح لهذا مهما كانت الأعباء الانتخابية، مهما كانت الأعباء الانتخابية ولا إغراءاتها ولا ضعفنا الإنساني في بعض الحاجات وفي بعض الاحتياجات، لأنه هي حياة أو موت. إما أن نحافظ على مواردنا للمحامين وإما أن تضيع نقابة المحامين. ولذلك كان العبور النجاح أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين. تم هو مشروع تنقية جداول نقابة المحامين، ده المشروع الذي يعادل إنشاء نقابة المحامين، لأننا عدنا بناءها من جديد. بدأوا بناء نقابة المحامين 1912 من المحامين المشتغلين، ما كانش عندهم دخلاء، ما كانوش يعرفوا الدخلاء. النهاردة احنا بنعيد بناء نقابة المحامين بالمحامين المشتغلين اللي أسسوا نقابة المحامين، هم بس اتغيرت أسماءنا وأعمارنا. لذلك المشروع الحقيقي مش ان احنا أقمنا مبنى، لا، ان احنا اقمنا نقابة محامين مشتغلين ما فيهاش تراجع وما فيهاش انهزام، ما فيهاش تفريط في حقوق المحامين. علشان كده احنا بدأنا او هنشعر بهذا المردود. اولا المردود تحقق بالارقام اللي انتوا سمعتوها، احنا عندنا حوالي 580 مليون جنيه ودائع فائض
دخله دخل الريح، ريح هذه المبالغ دخلت الموازنة مع أتعاب المحاماة ومع دمغة المحاماة. هذا الحصاد حصاد جهد طويل من العمل، من الترشيد في الإنفاق، من ضبط تحصيل أتعاب المحاماة اللي بتتسرق مننا، وإحنا كنا بن 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 بنصطاد من الهوى حقوقنا اللي كانت طايرة نتيجة تعقيدات إدارية. تخيلوا حضراتكم إنه لا توجد لا في وزارة المالية ولا في وزارة العدل داتا أو إحصائية بالأحكام القضائية، بالأحكام القضائية اتنفذت ولا ما اتنفذتش؟ مفيش. إحنا اشتغلنا من غير داتا لغاية ما قدرنا نضبط الإيقاع مؤقتا في تحصيل أتعاب المحاماة. دخلنا على دمغة المحاماة علشان ندخلها الميكنة التي تمنع تزويرها أو تزييفها، وبإذن الله بدأت تشتغل في اسكندرية، وبدأت تشتغل في بورسعيد، بدأت تشتغل في السويس، بدأت تشتغل في الإسماعيلية، وهتبدأ تشتغل في المحافظات تدريجيا لغاية ما نضمن إنه عائد هذه الدمغة هيعود إلى نقابة المحامين مش الدمغة المزورة، لأن دي موارد المحامين المشتغلين. هذا هو الحصاد الآخر. إحنا مش بس لما نتكلم على زيادة الموارد راحت فين؟ لا راحت في أماكنها. كل المعاشات القديمة والأداء، لأنه ده ما فيهوش دعاية، يعني لا بتاع الانتخابات بيتكلم فيها ولا هو أصلا له صوت من المستفيدين، لكن المعاشات زادت القديمة كلها اللي فيها أطفال أيتام زادت 100 جنيه، اللي فيها زوجة أرملة زادت 100 جنيه، اللي فيها المحامي لوحده زاد 100 جنيه، رغم ان المعاشات دي قيمتها تحددت بقانونها 300 و400 جنيه. معنى كده ان انت زودت المعاش، انت كنقابة زودت المعاش للمحامي القديم بنسبة 25% على الاقل، ودخلته كمان في زيادة دورية. لما قلنا انه في زيادة دورية للمعاشات 10% ثم 5% سنويا، هم دخلوا معانا في الزيادة، زادوا 10% على الاجمالي وبيزيدوا 5% كل سنة. احنا كمحامين مشتغلين الان اللي لسه ما تحققلهمش المعاش هيصرف ابتداء من عام 2019 على فئة 50 جنيه عن كل سنة، يعني 2000 جنيه. ده رقم حد بيقول لي النهاردة حتى في غرفة المحامين انه ال 2000 جنيه دي هتبقى قصرة على المحامين في حالتها الوفاة والعجز. لا، المعاش الشهري يصرف لجميع المستحقين بذات القيمة، ما فيش مغايرة بين المتوفي وبين المحامي اللي بيخرج بإرادته المنفردة. المعاش واحد وبيزيد 5% كل سنة، وعندنا مشروع تاني لزيادته، بس احنا مستنيين الرؤية الاكتوارية. حتى معاش الدفعة الواحدة اللي احنا صرفنا منه حوالي 60 مليون جنيه اتصرفت معاش دفعة واحدة لأسر المحامين المتوفين أو لأصحاب العجز الكلي، مبالغ مختلفة دخلت لهذه الأسرة لم تكن تنفق عليهم، انفقت عليهم بفضل ادخاركم، بفضل قرارات الجمعية الأممية اللي تمت في 2013. الخروج الاختياري للمعاش كيف ندبره؟ هل ندبره بشكل جدول تدريجي؟ مش ضروري كل المبلغ مرة واحدة، ممكن نبدأ ب50%، ممكن نبدأ ب60%، لكن ده مرهون بأنه الخبراء الاكتواريين يقولوا أنه محتاجين كذا علشان نصل إلى كذا، لانه احنا ما بناخدش قرارات عشوائيه، احنا مش بنقعدين على المكتب فنقرر فيتصرف، لا مش هيحصل ده، ما نقدرش نعمل كده لان دي مسؤوليه اموال المحامين، ما نقدرش نعبث فيها. النهارده بفضل هذه التنقيه المعاش العلاج النهارده زاد بالاسقاف المختلفه. احنا كنا بندي في زراعه الكبد 50,000 جنيه دعم، بقت 100,000 جنيه. الكلى كنا بندي 25 بقت 50. الكانسر من 35 ل 50، القلب المفتوح من 35 ل 50، السقف العام اترفع من 20 ل 30 ألف جنيه، هنرفع من داخله سقف الأدوية أو سقف الأسنان أو سقف العلاج الطبيعي أو سقف التحاليل المختلفة من داخل السقف ده. ده لم يكن يتحقق إلا بما قدمناه من وفد ومن حجب غير المشتغلين من أن ينالوا هذه الأموال وياخدوها. لو اشتركوا معاكم فيها مش هتاخدها، هنرجع تاني للمربع رقم واحد، هنرجع تاني لنقطة الصفر
اللي ممكن نقابه المحامين ما بقاش عندها حاجه. النهارده انا في نقابات موجوده، نقابه التجاريين ما عندهاش معاشات، ما بيقدروش يصرفوا معاشات رغم انه بيدخل لهم دخل كبير، لكن بيصرفوا مصارف كبيره لانه ما عندهمش ضبط بين الاشتغال وعدم الاشتغال، لان الكل داخل في دايره الاستفاده من النقابه، فبيعاد توزيع الدخل، كل الدخل على كل المقيدين في الجداول، كل اللي معاهم كارنيهات نقابه التجاريين، عشان كده عندهم مأزق، عشان كده ما بيصرفوش معاشات. احنا ما نقبلش كمجلس منتخب ومجالس للنقابات الفرعيه منتخبين ان احنا نوصل نقابه المحامين الى هذا الحد. هذه الجهود برضو علشان تبقوا ابقى منصف، لم يكن بانفراد من النقيب ولا من مجلس النقابه العامه، بل باتفاق النقابات الفرعيه. يا اخوانا كل النقابات الفرعيه كانت معانا في كل ضوابط القيد، مرحله مرحله وسنه بسنه، لغايه ما خدنا، لغايه ما وصلنا للي احنا وصلنا اليه، لغايه ما وصلنا لهذه القيم اللي احنا اللي وصلت امامنا. النهارده احنا بندرس، وخلال 15 يوم هنبلغكم انه في تجديد 2019 للي مسددين 18 يمكن ان يسدد ويجدد من مكانه دون ان ينتقل للقاهره عن طريق الاتصال الالكتروني، في انك تدفع في خزنه النقابه المتعلقه برسوم التصديق، تدفع فيها تاخد الايصال وهيجي لك الكرنيه عن طريق مؤسسه احنا بنتعاقد معاها النهارده وانت قاعد، عشان ما حدش يقول المحامين هتروح المحامين هتجي، بس اضمن ان المحامي اللي انا بقدم له هذا التسهيل محامي مشتغل. هذه القاعده هتسري فقط على اللي بيجددوا 19 من 18، انما اللي تخلفوا او تاخروا ولسه ما سووش او ضحوا لازم يجوا لنقابه المحامين علشان يخضعوا لذات الضوابط اللي وضع او خضع لها كل المحامين. حضراتكم خضعتوا لها كلكم بما فيهم احنا وضعنا لهذا الامر. انا اول واحد جبت شهاده تحركات من الـ من الـ من الـ من الجوازات علشان اثبت، علشان ما حدش يتعالى على فكره الجواز شهاده التحركات، عشان ما حدش يقول انا ازاي اجيب شهاده الجوازات بالتحركات، لا نجيب عشان نتاكد، عشان نحسم، ما فيهاش حاجه، ما يضرناش، ده ما يقللش من شاننا. وانا احيي كل المحامين المشتغلين اللي تعبوا واستجابوا لقرارات التنقيه وراحوا مشاورهم في الجوازات عشان يجيب الشهاده، وقف الطابور وطلع شهاده من التامينات، وقف الطابور وراح النقابه، وقف الطابور علشان وراح المحكمه عشان يطلع شهاده بالحضور او بالجلسه، ووقف الطابور علشان يثبت لزملائه انه محامي مشتغل. النهارده كل محامي معاه كارنيه 18 بيفخر انه هو محامي، وكل المجتمع حواليه بيقول ده محامي بحق وحقيقي. النهارده 18 ده موضوع تاني. زمان لا طب 14 و13 و12 وما معايش كان هو شعار المحامي، عشان كده احنا اتبهدلنا في اليمين وفي الشمال وبذلنا جهد كبير جدا عشان نستعيد زمام الامر ونقف على رجلينا مره اخرى كنقابه فتيه برجال بيمارسوا دورهم في الدفاع عن الحق. استاذ فرج كلمكم على الماده 198 من الدستور، الماده 198 من الدستور مش بس اتكلمت عن مس الماده الاولى من قانون المحاماه، لا ده زادت الماده 198 بتتكلم عن ايه؟ اسمحوا لي اقراكم النص. وكذلك المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، يعني كل الإدارات القانونية معانا. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، وقف هنا، اللي هي موجودة في قانون المحاماة اللي هي في الجلسات، عدم سب والقصف والإهانة وجرائم الجلسات. بعد مع سريانها هذه الحماية، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وده التعديل اللي احنا حاطينه في قانون المحاماة، في انه تمتد الحماية للمحامي في انه لا يجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيا في جرائم، في الأربع جرائم حتى في حالة التلبس، سواء جهات المحكمة أو جهات التحقيق أو جهات الاستدلال. يا أخوانا لا يوجد فئة في مصر معفية من القبض أو الاحتجاز في حالة التلبس
في اي جريمه الا فئه المحامين في الاربع جرائم دول. احنا بس اللي معفين منها في حته الابس. ما ينفعش حد يقبض علينا بقوه الدستور الان، كان بقوه القانون، النهارده بقوه الدستور اي حد هيلعب في قانون المحاماه او يحاول يضرب قانون المحاماه بنص في تشريعه مش هيعرف، لانه هيصطدم بالدستور، هيبقى غير دستوري على طول. لا، اللي اكتر من كده كفاله حق الدفاع. الدستور ربط بين كفاله حق الدفاع وبين المحاماه، وقال مفيش كفاله حق دفاع من غير دعم المحاماه والمحامين. مفيش كفاله لحق الدفاع من غير محاماه ومحامين، ده الدستور، مش كلمه ومش جمله من حد. انا اذكر انها حق الدفاع 98، حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائلا. إذن استقلال المحاماة هي ضمان لهذه الكفالة، هي المسؤولة عن هذه الكفالة. احنا عندنا مادة ثالثة لا تقل أهمية، وإن كانت متعلقة بالعمل والشغل، اللي هتغير خريطة أعمال المحاماة لما تترجم في قانون الإجراءات الجنائية، المادة 34 أو 35 الدستور برضه. يبلغ كل مقبوض عليه، ده نص الدستور. طلع لي النص، طلعه، هتلاقيه في المية الأولانية. يبلغ كل مقبوض عليه أسباب القبض عليه، ده الدستور يا اخوانا. النص ده لسه ما ترجمش في قانون الإجراءات الجنائية، بس عشان الناس ما تتصورش احنا بنتكلم خيال علمي، ده الدستور. يبلغ كل مقبوض عليه بأسباب القبض عليه، ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه. ذويه ومحامين، ولا يبدأ معه التحقيق، ده الدستور، إلا بحضور محامي، ولا يحال المحكمة، ولا يحاكم أمام محكمة الجنع إلا بحضور محامي. هذا الانقلاب الدستوري اللي حدث، هذه الثورة الدستورية اللي حدثت في كفالة حق الدفاع، وفي أيضا ضمان اشتغال المحاماة والمحامين، ده ايضا غير مسبوق. مادة 54، ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه الكتابية، ويمكن من الاتصال بذوي وبمحاميه فورا، وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه الا في حضور محاميه. شوف المرة الثانية في الدستور محامين، فإن لم يكن له محامي ندب له محامي، مش بس المحامي المكري، يندب له محامي مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفق الإجراءات القانونية، ولكل من تقيد حرياته حق التظلم، وينظم القانون أحسابه وأسبابه وحالات استحقاقه، ولا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامي موكل أو منتدى. إذن ده معناه إيه؟ معناه إنه محكمة الجنح هيبقى الحضور فيها للمحامين وجوبي. إيه الترجمة العملية للمحامين؟ إنه ما فيش محامي مش هيشتغل، يا موكل يا منتدب، لأنه كل الجنح يجوز الحبس فيها إلا الجنح اللي فيها غرامات أول. حتى وإحنا بنناقش في لجنة المستشارين النص المادة دي، فأنا قلت في الجنح التي يجوز الحبس فيها، فالمستشار كده طلع قال إيه، ما تخليها التي يجوز
التي يجب الحبس فيها. قلت له يجب الحبس فيها جنحة ولا اثنين، انما يجوز دي محتملة. وانت متصور انه يجوز الحبس دي يعني مع تصل 3 سنين، يجوز انه تحبس 3 سنين. قلت له انت بتشترط حضور المحامي في التحقيق ومصممين عليها باعتبار ان فيها كفالة لحق الدفاع، وده احتمال يتحبس 4 ايام واحتمال ما تحبسش. 4 ايام بوجب له وجود محامي، وعايزنا نستبعد المحامي من احتمال انه تحبس 3 سنين. فقال والله حجة وجيهة ووافق على نص بهذه الصيغة علشان نكفل حق الدفاع بشكل حقيقي للناس، لان دي مسؤوليتنا مسؤوليتكم. وفي نفس الوقت مفيش محامي هيبقى قاعد في بيته، مفيش محامي مش هيبقى مشتغل، مفيش محامي ما عنده حجة انه ما عندوش شغل. اللي ما عندوش شغل اختياري بالوكالة هيبقى عنده شغل بالانتداب، ودي هتبقى مسؤوليتنا في المرحلة القادمة من تنظيم جداول الانتداب على مستوى محاكم الجنح ومحاكم الجنايات. هي دي المسؤولية اللي احنا ماشيين فيها، وماشيين فيها لانه ده التزامنا. هو حضراتكم ما تعرفوش انه في فصل هنا في الدستور اسمه المحاماة؟ لأول مرة في تاريخ مصر، مش في تاريخ مصر، في تاريخ الدساتير العالمية يبقى في فصل المحاماة في الدستور، أو ينص على المحاماة في الدستور. أي دستور طلعوا لي وأنا أعمل جايزة من جيب الخاص لأي حد يطلع دستور يتكلم عن المحاماة زي الدستور المصري. في فصل عن المحاماة زي الدستور المصري، في نصوص بعدد المحاماة بعدد نصوص المحاماة في الدستور المصري. مش هتجدوا إلا في دستورنا احنا. ده ايه؟ ده نتيجة كفاح نقابة كامل، كفاح جيل من النقباء الفرعيين والنقباء العموميين ومجالس النقابات. صحيح كان لها شرف اني اتوج هذا الامر بقى في لجنة 50 عشان اصير ده، عشان اتمسك به وعشان ننتهي منه، لكن ده مش معناه انه لوحدي، ده خلاصة فكري. لا، ده خلاصة فكركم انتم، خلاصة فكر الاجيال اللي موجودة قدامي وكانت معايا وكانت بتعاني وما زلنا بنعاني من اجل المحاماة، لان احنا اصحاب مصلحة في المحاماة، اصحاب مصلحة في نجاحها، مش بس علشان المحامين، علشان البلد محتاجة محاماة، محتاجة محاماة حقيقية. البلد محتاجة محامين شرفاء اللي هم انتم، محتاجة النزاهة والشرف. وده اللي خليني اقول احنا ليه بنعمل معهد محاماة؟ مش عشان نعلم القانون. انا مش هعلم في معهد المحاماة قانون. القانون انت تتعلمه لوحدك، تدرسه، تاخد دبلومة، تاخد دكتوراه، تدرس في اي حتة، تسمع مرافعة، تقرا مذكرة، تسأل الاستاذ صلاح، تروح هنا تروح هناك، تتعلم بنفسك. لكن التقاليد والقيم هي دي اللي احنا لازم نتعلمها مع بعض. لازم تبقى محامي من اول شكلك لغاية اخر نقطة، لانك اذا فقدت المحامي اللي بيستهتر بطلبنا في انك تبقى ملتزم بالزي بالبدلة كاملة في تعاملاتك، مش فاهم يعني ايه محاماة، مش فاهم ان المحامي لا يقل شأنا ولا قيمة ولا قامة عن القاضي او وكيل النيابة. والمحامي اللي يشعر ان هو اقل من وكيل النيابة او من القاضي ما هوش جدير يبقى في صفوف المحامين، وعليه ان يغادرنا، مش عايزينه. احنا عايزين ناس عندها عزة واعتزاز بشكلها ومظهرها علشان تبقى مقبولة. والمظهر جزء هام جدا جدا في توصيل رسالتك، في الاستماع اليك. هو لما يسألك القاضي او وكيل النيابة هو انت محامي، مش ده بيقطع عليه 50% من القبول؟ ده شاكك انك محامي من المظهر كده، شاكك انك محامي. لازم يبقى شكلك مظهرك في هذا الامر، فلازم تحافظ على هذه القيمة. المحامية كذلك، مش ضروري المحامية يبقى لها بدلة. احنا ما عندناش شروط المحامية، ما عندناش شرط تبقى محجبة ولا منقبة ولا من غير، لا. الحد الادنى من الاحتشام اللي انا بشوفه في بناتي ابناء الاسرة المصرية العادية الطبيعية هو ده اللي مطلوب، اللي يعصمهم ويحميهم من اي عدوان ذهني او بصري. هي دي القيمة اللي احنا عايزينها. انا مش عايز محامية تقف بلبس كاشف او قصير او ملتصق او غيره، ده امر يسوء لها ويدخلها في بوابة مهينة نحن لا نقبلها عليها ولا على المحاماة.
ومن الأنف صاعد كل النقابات مسؤولة فرعية وعامة عن الحفاظ على هذا المظهر ومتابعته وتقديم المقصر المتعمد للمساءلة التأديبية. مش هنفرط في دي لأنها جزء من الهيئة العامة، من الهيبة العامة للمحاماة. انتوا مش هتبقوا محامين بجد إلا إذا كان لديكم إحساس من حيث الشك بأنك محامي الأول أو محامية من الأول. عايزين تلبسوا أي حاجة البسوها بره بقى، في البيت، في النادي، في إنما في المحكمة، في قلم المحضرين، في النيابة، في اسم الشرطة، في مديرية الأمن، في الخبرة، لازم تبقى محامي. أنا ما أعرفش غير كده. أنا كنقابة ما أعرفش غير كده. أنا كنقيب ما أقبلش غير كده. لأن دي قيمة في غاية الأهمية. مش بس الشكل. مش بس الشكل، إحنا جايين نقول لكم وننبهكم. أنتوا أقسمتوا قسم محاماة عظيم جدا. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال. يعني إيه الأمانة والشرف والاستقلال؟ هي كلام وخلاص؟ لا مش كلام وخلاص. أنتوا مدركين، وإحنا من الأجيال اللي مدركة إنه دي لها استحقاقات. لها استحقاقات طبعاً، لها شروط. إنه المحامي لازم يبدأ نقطة البداية عنده احترام النفس. يحترم نفسه. احنا في بيوتنا كده اتقال لنا متربينا واحنا صغيرين احترم نفسك. الجمله دي ليها 100 تطبيق بلغه الفيس، ليها 100 تطبيق. انك لما تحترم نفسك هتعرف ان الاحترام مش مقرر لمصلحه اللي بتحترمه، ده مقرر لمصلحتك انت. والاحترام ما دام هو مش مقرر لمصلحه من تحترمه بس، ده مقرر لمصلحتك انت بالضروره وبالاصاله، يبقى لازم تحترم الصغير قبل الكبير. لازم تحترم الحاجب والعسكري والمواطن العادي وعامل البوفيه وحاجب الغرفه قبل ما تحترم القاضي، او بما لا يقل عن احترامك لكل الناس دي. لانك لو قصرت احترامك على القضاه والمستشارين واللواءات تبقى بتنافق، تبقى خايف، يا بتمالئ يا بتنافق يا بتدهن، يعني عندك شجاعة انك انت خايف منهم بس. لا، الاحترام قيمة كلية غير قابلة للتجزئة. يعني ما ينفعش الانسان يحترم الكبير، يحترم الكبار بس. لا، يحترم الكبير والصغير، الكبير والصغير. واذا ما عملتش كده بتبقى فاهم الاحترام غلط، فاهم القيمة الكلية غلط. زي كل قيمة من القيم الكلية، مش ما ينفعش الامانه دي تتجزأ ازاي؟ يعني ينفع الانسان يبقى امين هنا ومش امين في الحته دي؟ امين الصبح وبعد الظهر مش امين؟ امين في المحكمه وفي المكتب مش امين؟ لا، الامانه قيمه كليه. قيمه كليه لازم تمارسها بشكل كلي، بشكل جمعي. لو بعضتها او جزأتها تبقى ما خرجت من دايره الامانه. فلابد ان تكون داخل من هذه البوابه، بوابة الاحترام الملتزم بكل القيم. احنا انتوا بتتكلموا على مسؤولية. هو المحامي ده زي ما بيقول كفالة حق الدفاع الدستور، ده مش بيهزر. ما انت كمان لازم تبقى قد ده. يعني ما ينفعش الدستور يتكلم عن كفالة حق الدفاع وتعظيمه ودوره واستقلاله، والدستور يقول لك الحماية، وانت ما تبقاش قد المسؤولية دي. ما تبقاش ملتزم تجاه موكلك بالامانه، تجاه خصم موكلك بالامانه. ايوه طبعا، في محامين بتفتكر انها لما تنجح في انها تغش الخصم وتكسب غير المستحق لموكلها، ان انا دي شطاره. لا، دي شطاره، ده نصب، ده احتيال. مش هي دي المحاماه. المحاماه فروسيه، انك تبقى فارس. ما ينفعش تجي لك نوتس زميلك خصمك في الدعوه عرضا وعشان حد يحضرها فانت تاخدها وتحطها في جيبك عشان ما حدش يوصل لها في القضية الشطر، او الدفع يفوت اللي موجود في الورقه وتقول انا شاطر، انا محامي شاطر. لا، كده مش شاطر، كده انت مش محامي، كده انت مش ممكن تبقى محامي. المحاماه فروسيه، لازم تبقى فارس قادر على المواجهه. ما تدافعش عن حد انت مش مقتنع بانه صاحب حق.
ما تاخدش من حد مش حق، تاخد حق الناس عشان تديه لموكلك باعتقادك او بشطارتك انه ده انتصار علشان هتاخد اتعاب كويسه منه. لا، ده امر في غايه الخطوره، امر في غايه الخطوره. وانا بقول لكم من البدايه كده لازم فاهمين المحاماه مش ممكن تكسب بيها او تنجح فيها بالطريقه دي. في ناس كتيره تاخدها مره اتنين تلاته عشره بس بتتحرق، بينتهي الامر يروح السجن، او انه الناس تقول خلاص. لا، ده هو انت لو تعاملت كمحامي مع مواطن وغشيت خصمه وجبت له حق مش حقه وكسب القضيه، هيجي لك تاني؟ مش هيجي لك تاني، لانه عارف ان انت ممكن تعمل فيه اللي انت عملته في الاخرين، وبالتالي هي مسؤوليه كامله على بعضها. دي القيمه، دي القيم اللي انا عايزكم وعايز المعهد يدرسها لا. وانا بقول لك اهو، انتوا عندكم شيوخ عظماء فعلا من المحامين، انا عارفهم كويس، لازم دول يبقوا موجودين في المعهد، مش علشان يدرسوا قانون، انما عشان يدرسوا لاولادهم ازاي يبقى محامي، ازاي يتكلم، ازاي يترافع، ازاي يختلف، ازاي يتخانق، ازاي يختلف وازاي يتخانق اذا كان في خناق، اذا استخدمنا هذا اللفظ البغيض. احنا لازم نتعلم كده، ودول اللي علموكم. وانا بقول المعهد المره دي لازم يبقى فيه تقسيم لمجموعات مش محاضرات وخلاص، انا عايز يبقى فيه مجموعه ياخدها الاستاذ صلاح القفص ويبقى مشرف عليها ومعاه 30 40 واحد يراعيهم ويكتب عنهم تقرير بحالتهم المهنيه وادائهم وسلوكهم، ويبقى راعي مقرر اسره، جلال شلبي يبقى مقرر اسره كده. عندكم عظماء موجودين معانا النهارده في القاعه وغيرهم مش موجودين، لازم ياخدوا يمارسوا معانا دول، ولازم يتعبوا معانا، ولازم تكلفهم، وما ينفعش يتنصلوا من المسؤوليه واصبح عليهم عبء في هذا الامر، علشان ولادنا دول اللي قاعدين يتعلموا المحاماه صح، ياخدوها من لسان ومن قرار مكين، قرار صحيح، لانه من غير ده مش هيبقى في محاماه، من غير ده ما فيش لازمه. هو المحاماه كده وخلاص، كتاب وخلصنا ونص ومذكره ونمشي؟ لا، محاماه شيء رفيع. اخوانا الدفاع دي صيغه اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بيها، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الدفاع قيمه كبرى، حاشا ان يعني ان نحاكيه، ولكن نحن نحاول أن نؤدي هذه الرسالة المتواضعة فيما بيننا. فإذا كانت الرسالة الكريمة دي أنت مسؤوليتك، فلازم تبقى أدى هذه المسؤولية وبقدر هذه المسؤولية، ولديك المسؤولية والإحساس بالمسؤولية في أداء هذه المسؤولية. إذا خرجت منها ما عادش لها محامي، واللي مش عايز يبقى محامي. وأنا برضو رسالة مهمة حابب أدخل لحضراتكم، اللي مش ناوي فيكم يبقى محامي او مش حابب يبقى محامي ما يكملش، ما يتعبش نفسه، ما يضيعش وقته، لانه في النهايه هو هيجد نفسه وهيجد من حوله. المحاماه دي عايزه اللي عايز يبقى محامي، اللي عنده الاستعداد انه يبقى محامي. انا مش بطالب الناس تبقى يعني محامي، لا، لازم تبقى محامي انت اصلا حابب تشتغل في المحاماه. اذا ما انتش حابب تشتغل في المحاماه مش هنقدر نشرب لك معلقه، ما حدش هيشرب لك معلقه، يبقى انت مش هتكسب حاجه ومش هتستفيد، مش هتستفيد حاجه منها، لانه انت في النهايه مسؤول عن نفسك وعن انك تخطو الخطوات التي تؤهلك والتي تؤدي بك الى الرقيه، الى اعلى المستويات. ايضا فكره المجاميع فكره لازم نبحث لها عن طريقه نترجمها، لازم تترجم. احنا دخلنا النهارده مثلا تعاقدنا مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون، عنده معهد التدريب. معهد التدريب في ايه؟ بيأدي في الالقاء، في اللغه الحركيه، في كتابه السيناريوهات. ايوه، كتابه السيناريوهات. احنا هنجيب الناس دي علشان تعلم اولادنا ازاي كيف يكون الالقاء السليم، النطق السليم، اللغة العربية السليمة، الأداء الحركي السليم،
كتابه المذكره، كتابه السيناريو، كتابه السيناريو على المذكره هو الموضوع، مذكره الدفاع هو سيناريو للقصه، لها مقدمه ولها موضوع ولها خاتمه ولها دفوع ولها ولها. اذا احنا مش 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 ساكتين كنقابه عامه، حريصين على ان احنا نقدم جديد مضاف اليكم علشان تبقى القيمه والفائده مضاعفه وواصله الى الحد المقبول الذي يؤهلكم لتحمل المسؤوليه، لان انتوا في النهايه انتوا الاجيال اللي جايه اللي هتتحمل مسؤوليه المحاماه، وانتوا ايضا اللي هتحصدوا ما يجري الان من اداء حسن لها، وايضا اذا كان الحصاد حصاد مش سليم انتوا لا تتحملوا مسؤوليته، فلازم تبقوا على قدر هذه المسؤوليه وعلى قدر هذا الاداء. احنا لازم نبقى على قد هذا الدور، المحاماه مش بس بتدافع عن حقوق الافراد، المحاماه انك تدافع عن حقوق الوطن، المحاماه انك تفهم القضيه الوطنيه صح، ما تفهمهاش من زاويه صح، من زاويه حزبيه. انا لا عايزك تبقى بتاع معارضه، ولا عايزك تبقى بتاع حكومه، ولا عايزك تبقى في حزب مش عارف الناصري، ولا في حزب الوفد، ولا في حزب ايه، لا انا عايزك تبقى صاحب رساله قوميه في الدفاع عن القضيه الوطنيه بتاعتك، لانه ومدرك لابعاد الخطر فيها. علشان كده كانت نقابه المحامين في مجمل مراحلها كانت دايما بتتصدى في القضايا الصحيحه وتقف في مواجهة المخططات التي تريد أن تستهدف الوطن، اللي احنا حذرنا منه في نقابة المحامين هو اللي بيحصل في الوطن العربي. الفرقة الاستسلام لإسرائيل والأمريكا هي اللي خلت ليبيا بتتقطع، وخلت اليمن بتتقطع، وخلت العراق بتتقطع، وخلت سوريا متقطعة، وبكرة لبنان. علشان ايه؟ علشان إسرائيل. كل ده بيحصل علشان إسرائيل. فاحنا لازم نبقى فاهمين كويس القضية بتاعتنا وموقفنا، ليه احنا اصلا واخدين موقف من اسرائيل؟ ليه اصلا احنا واخدين موقف من امريكا؟ ليه اصلا فاهمين ان دول العدو الحقيقي؟ ليه اصلا احنا في نقابه المحامين مش بنتكلم على القدس الشرقيه والقدس الغربيه؟ ولا دوله فلسطين على الاراضي التي احتلت 67؟ لا، احنا في نقابه المحامين لنا خطاب تاني خالص مختلف، لان احنا فاهمين القضيه صح. احنا فاهمين انه خصومتنا وعداوتنا مع الصهيونيه بقاء ووجود، اما نحن واما هم، مفيش فصال في هذا الامر، مفيش فصال. لان احنا يا اما هم مش قادرين النهارده ما نكررش الامر ضدنا لبكره، ندي فرصه لاولادنا يتحرروا من العبء. لذلك احنا الشعار اللي احنا بنقوله احنا ما بنضيعش فرص على ابنائنا، قد احنا النهارده مش هنقدر نحارب ماشي، بس كمان ما تصعبش الامر على اولادك ولا على احفادك اللي هيجوا بعد كده ويقولوا احنا هنسترد ارضنا ونسترد فلسطين. مفيش حد من حقه يقول ان فلسطين بعد 67، فلسطين هي كل فلسطين، من الأردن للبحر المتوسط ومن لبنان لمصر. فلسطين عاصمتها القدس مش الشرقية ومش الغربية، القدس كل القدس عاصمة فلسطين. ياخدوها النهاردة بالعافية غصب عننا، ده غصب عننا، إنما مش بإرادتنا. ما نبصمش، ما نقرش، ما نسلمش بالطلبات. إذا سلمنا بالطلبات مش هتعرف تستأنف، مش كده؟ احنا كده مش عايزين نضيع حق الاستئناف على اولادنا اللي موجودين. هو ده دور نقابه المحامين، وفهم نقابه المحامين ووعي نقابه المحامين العام اللي انا مستبشر خيرا بيه معاكم ومن خلال الاجيال اللي جايه التي سوف تحسن الاداء وسوف تقدم افضل مما قدمنا وتدعم اكثر مما ندعم من اجل الوطن ومن اجل المحاماه. عاشت نقابه المحامين لابنائها، وعاش المحامين لنقابه المحامين وللوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.